السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة العملي. إن شاء الله اليوم وصلنا إلى المحاضرة أو التجربة رقم 6 اللي هي تتخص بالليكويد ليميت تيست، اختبار حد السيولة. احنا سبق وأخذنا بالمادة النظرية حدود أتربيك اللي على أساسها نحدد نسبة الووتر كونتين داخل التربة، وحددناها إلى 3 اللي هي الشرنكج ليميت والبلاستيك ليميت والليكويد ليميت، ولكل حد من هذه الحدود هو للووتر كونتين هو حالة تحويل التربة من حالة إلى أخرى، من الصلد إلى السيمي صلد، ومن السيمي صلد إلى الليكويد، ومن الليكويد إلى الفري ليكويد. تتقسم هذه الحالات الخاصة بالووتر كونتين. اليوم راح ناخذ أول تجربة خاصة بحدود أتربيك اللي هو الليكويد ليميت تيست، اختبار حد السيولة. كمقدمة عامة عن الموضوع، when the cohesive soil is mixed يقصد بها عندما يتم خلط التربة المتماسكة، أي تربة متماسكة طينية، بكمية with an excessive amount of water، بكمية زائدة من الماء، يعني كميات الماء المضافة إلى حتى تتم عملية المكسشر هي كميات زائدة. It will be some what its liquid state and flow، وبالتالي راح تتحول هذه التربة إلى حالة سائلة تشبه بالضبط تدفق السوائل، like a viscous liquid. However, when this viscous liquid يقصد بها عندما تكون هذه التربة السائلة is gradually dried، بعد ذلك عندما هذه التربة يعني يجفف هذا السائل اللزج اللي هي التربة اللزجة تدريجيا، فإنه يفقد مع الوقت الرطوبة الموجودة بداخله، وبالتالي يتحول إما يرجع إلى الحالة البلاستيكية البلاستيك ليميت، تمام؟ مع مزيد انخفاض الرطوبة هذا راح يتحول من الحالة البلاستيكية إلى حالة احنا نسميها سيمي صلد تشبه الصلد، وبالتالي إلى الحالة الصلدة ويتحول إلى الشرنكج ليميت. نطلق على هذه النسب المئوية اللي هي الخاصة بالتحويل باسم المحتوى الرطوبي الووتر كونتينت كنسبة مئوية طبعا، اللي تنتقل بيه عند التربة المتماسكة من الحالة السائلة إلى الحالة البلاستيكية، هذا يسموه الليكويد ليميت. من الحالة البلاستيكية يعني هي أصلا الليكويد تتحول إلى الحالة الاعتيادية احنا نسميها الحالة البلاستيكية، فتتحول بالبلاستيك ليميت. بعد ذلك من الحالة البلاستيك تحولها إلى الحالة الصلدة يوصل نسبة الووتر كونتينت كشرينكج ليميت، واحنا سبق وأخذنا حدود أتربيك ضمن مادة الميكانيك التربة النظري. فهنا يشار إلها الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت والشرينكج ليميت بصورة عامة، كلهن يسموهن باسم محتوى الرطوبة اللي يعني شنو تتغير عند حالة التربة من الحالة البلاستيكية إلى الحالة شبه الصلبة، ومن حالة شبه الصلبة إلى الحالة الصلبة، تمام؟ يعني اللي تعرف حد الدونة وحد الانكماش اللي كنا شو تسميهن بلاستيك ليميت، حالة منعتهن هاي الليكويد ليميت الحالة الأولى اللي تتحول بها، والحالة الثانية اللي أخذناها تتحول بها اللي يسمى الصلد إلى الصلد تسمى بالبلاستيك ليميت، والحالة الأخيرة اللي يتحول الشرنكج ليميت اللي هو يحول التربة من الحالة السمي صلد إلى الحالة الصلد. وبالتالي يشار إلى هذه الحدود كلها سميناها مسبقا باسم حدود أتربيك، هي نسبة للعالم السويدي اللي وضع هذه الحدود تحدد تغير حالة التربة من حالة إلى أخرى نسبة إلى تغير الووتر كونتين. So الإكوبمنت المعدات اللي لازمة حتى أجري أنا اختبار حد السيولة، نمبر 1 اللي يسمي غاز جريديال ليكويد ليميت ديفايس، يقصد به إنه جهاز الحد الأقصى لفحص السيولة. هسه راح نجي نوضح الجهاز. جهاز عبارة عن وعاء أسطواني مربوط مع أداة توفر له فد نوع من المطرقة وعدد ضربات، الجوفرنج تول اللي هي أداة الحفر، المويستشر كانز اللي هي علب الرطوبة حتى آخذ أنا بها قيم من الووتر كونتينت وأضعه وأبخره حتى أحسب الووتر كونتينت لكل حالة، ونسميه البور كلين إيفابوريشن ديش اللي هو يقصد بطبقة تبخير، هاي بصورة عامة. بعد ذلك هاي الحالات اللي احنا سبق وتناولناها ضمن المادة النظرية، الحالة من الصلد إلى السيمي صلد طريقة تحويلها نسبة الووتر كونتينت يسمونها باسم الشرنكج ليميت، وتحولها من السيمي صلد إلى البلاستيك باسم البلاستيك ليميت، وتحولها من البلاستيك إلى الليكويد باسم الليكويد ليميت. هذا شو يسمونه؟ تزداد هذه الحالة والمويستر مع زيادة المويستر كونتينت انكريزين، هاي حدود أتربيك. بعد ايضا من المعدات الاخرى اللي نحتاجها احنا بعمليات لاكمال يعني لاجراء هذه التجربه هو احنا نسميها سبلتا اللي هي عباره عن ملعقه خاصه تكون مسطحه عن طريق نحدد نوع الشق وين راح يكون، اوفن اللي يوفر التجفيف،
كذلك ميزان حساس بالانس سنسيتيف اب تصل حساسيته الى 0.01 غرام، وبلاستيك سيكونس بوتلز يقصد به انه زجاجه بلاستيكيه قابله للضغط، والبيبر تولز اللي هي المناشف الورقيه. This equipment except ما عدا كل هذه يعني باستثناء الميزان الحساس ما مصورينه يظهر بهذا الشكل اللي هذا راح أوضح لكم إياه. لاحظ ذني هذا هو الجهاز اللي هو جهاز فحص حد السيولة، عبارة عن أنبوب مثل ما البي بي وعاء بالإضافة إلى الأنبوب البلاستيكة، هاي وفر لنا على الطرقات من هذه. لاحظ هذه هنا هاي تتم تدويرها يوفر لنا على الطرقات، هاي الأوعية الخاصة بحساب الووتر كونتينت، وهاي الأنبوبة القابلة للضغط، يعني كل المعدات الموجودة هنا أمامكم. طريقة عمل البروسيجر لاختبار حد السيولة. نمبر 1 نحدد كثافة الرطوبة لترماين the mass كتلة of 3 moisture cans، تمام عيني، نحدد كتلتهم ذني وزنهم، ونحن نخلي 3 أوعية حتى نحسب بيهن حتى ناخذ نسب ووتر كونتينت مختلفة، مرة ووتر كونتينت كذا مرة كذا، فذن الأوعية لكل وعاء راح نستخدمه هو لنسبة ووتر كونتينت. فأول شيء أخذ أوزان هذه الأوعية الفارغة، فنمبر 1 يكون هو نحدد كتلة 3 أوعية الكانز على الرطوبة. 2 راح نأخذ بوت about 250 of air dry soil من كتلة جافة ثروف نمبر على من خلال منخل رقم 40 into the evaporation dish. يعني شو يقصد بيها؟ انه ناخذ كمية حوالي 250 غرام من التربة المجففة بالهواء والمفرزة او اللي عابرة من منخل يا رقم منخل رقم 40 بهذا على طبق التبخير، تمام عيني. بعد ذلك المرحلة الثالثة add الووتر from plastic sequence bottles، يعني ونضيف لها كمية من الماء عن طريق او بواسطة اللي احنا نسميها الزجاجة البلاستيكية، ونخلط حتى نحصل على عجينة متماسكة، يتم الخلط حتى نحصل على يونيفور بيستس او بلاستيك سويل. بعد ذلك النقطة الثالثة راح نضع جزء من احنا نسميه هاي العجينة البلاستيكية place a portion of plastic in the brass cups، يقصد وين؟ في الكاس النحاسي، الكأس النحاسي هذا راح اوضح لنا صورة واضحة أوضح إلى الكأس النحاسي. هذا هو الجهاز، هذا الجهاز سايد فيو، هذا هو الكأس النحاسي هنا، يكون عبارة عن كأس اسطواني نحاسي، وهذا الجهاز منه يعني تدور العتلة حتى نحصل على عدد ضربات اللي إحنا نحتاجها، بحيث يصير شق بداخل العجينة المتماسكة اللي راح نضعها داخل الوعاء اللي إحنا نسميه الوعاء الاسطواني او النحاسي. والصور واضحة امامكم جدا بالتجربة البارت اللي نزلت لكم بالجزء كتجربة شرحها باللغة العربية. So راح نضع عدد من العجينة المتماسكة داخل الكأس النحاسي الاسطواني بجهاز تحديد مستوى السائل باستخدام الملعقة، يعني هاي الملعقة المسطحة نأخذ كمية من هذه التربة اللي خلطناها مع الماء حتى حنحصل على عجينة متماسكة، ندخل داخل الوعاء النحاسي الاسطواني باستخدام الملعقة. بعد ذلك يتم تنعيم سطح التربة من الأعلى، يعني ما نخلي سطح التربة خشن، وإنما يتم تنعيمه من الأعلى حتى نحصل بشكل عام حتى يكون تقريبا بمستوى الكأس، يعني ما يكون أعلى من الكأس بكمية كبيرة. بعد النقطة الرابعة باستخدام أداة الحفر راح نضع أخدود على الطول المركزي، تمام عيني. هذا ملاحظ هنا using the governing tool أداة الحفر نضع أخدود على طول الطول المركزي، الطول المركزي اللي هو صاير بالسنتر، نضع خط مثل ما نقول احنا مجرد مو حفر كامل وإنما خط بسيط حتى نبين انه هذا هو الخط المركزي اللي هو السنتر لاين الخاص بهذه العجينة اللي وضعناها داخل الكأس الأسطواني أو النحاسي. بعد ذلك راح ندير العتلة، هذا الجهاز مثل ما تلاحظون هنا مزود بعتلة، يتم إدارة هذه العتلة احنا نسميها أو ذراع الجهاز اللي هو ذراع جهاز حد السيولة بمقدار دورتين في الثانية، يعني تحسب عداد لازم عندك للوقت تايمر وتحسب بالثانية الواحدة يكون عدتين، تصير عمليات الضربات متسارعة في الثانية تقريبا، وهذا الجهاز نستمر بالتلف بحيث انه التربة من جانبي الكأس وين راح تتدفق؟
تنتقل نحو المركز، تمام عيني؟ ونحسب الضربات، كم ضربة؟ يعني كل ضربة نحسبها 1 2 3 إلى هذا الآن يمثل لك عدد الضربات. فش قد ناخذ وقت حتى نغلق هاي الفتحة الداخلية اللي سويناها؟ احنا مو وضعنا العجينة نوضحها هنا بشكل أعمق، مو هنا وضعنا العجينة، احنا بداخل الوعاء الاسطواني نضع بيها شق من الداخل بالسنتر لاين، بخط السنتر لاين مال اللي خاص بداخل العجينة بأداة حفر، أي أداة حفر نستخدمها. بعد ذلك ندور جهاز الحد السيولة بحيث نوصل إلى مرحلة نولد ضربتين بالثانية الواحدة. راح تلاحظون أن العجينة راح تتدفق من الجانب وصولا إلى السنتر، فتحسبون عدد الضربات، كم ضربة ضربنا بحيث نسد هذا الحفر بالنص، انغلق بالكامل هذا الحفر بالنص، هو هذا يسمونه عدد الضربات. فالآن شو يمثل لك عدد الضربات المطلوبة لإغلاق الأخدود في التربة عبر مسافة يعني معينة كبيرسنت نسبة مئوية، تمام عيني؟ هو هذا المقدار اللي يقصد به. لاحظ هنا هسه هنا هذا هنا هو التربة، هذا الأخدود، هذا لاحظ هذا أخدود الحفر كعمق إلى هذا هو الوعاء الأسطواني أو النحاسي بهذه المقدار، فكقيمته راح توضح بهذا المقدار. بعد ذلك راح تتم عملية هنا بعد توليد الضربات، راح يجد المقدار الضربات اللي تنتقل بها التربة من الحواف الجانبية وصولا إلى السنتر لغلق هذا الأخدود. لاحظ هنا هسه هاي هنا التربة عملنا بها أخدود، هاي تلاحظ بدت تنغلق من السنتر تدريجيا إلى أن ينغلق الأخدود بالكامل. فش قد الضربات المطلوبة حتى نغلق هذا الأخدود اللي عملناه باستخدام آلة الحفر؟ هذه هي طريقة العمل الخاصة بالتجربة. So الدليل احنا نسميه اذا كانت درجة الحرارة بالمناسبة انه بعد ما ينغلق، بعد ما تتم عملية الغلق الخاصة بالاخدود، هسه راح نشوف مثلا عدد الضربات اللي وصلنا لها دا مثلا 25 الى 35 ضربة كولكت. بعد ما انغلق الاخدود راح ناخذ نحسب المويستر كونتينت للتربة اللي انغلق الاخدود بيها. شلون نحسبه؟ مثل التجربة الأولى اللي أخذناها بحساب المحتوى الرطوبي للتربة، تمام؟ بهذا المقدار نحسب باستخدام الوعاء، الأوعية وعاء الرطوبة، نغلق الوعاء ونحدد الكتلة، نعرف شلون نحن نحسب الووتر كونتينت، نأخذ وزن الوعاء وهو فارغ، نأخذ وزن الوعاء والتربة الرطبة، نجففه بالفرن مدة 24 ساعة، بعد ذلك نقيس وزن الجاف، after that راح يسجل الوزن النهائي أو الوزن الكلي المستخدم بهذه التجربة. بعد إكمال هذه التجربة راح نلاحظ نزيل بقية العجينة من الكوب وين الموجودة بالوعاء الأسطواني أو نسميه إحنا وعاء التبخير، من الكوب إلى طبق التبخير، تمام عيني؟ باستخدام إحنا نسميه المناشف الورقية. إذا كانت التربة جافة، هاي صراحة نسبة النيتروجين للتربة وتقيسها كذا بهذه الخانة، لازم انت تعرف يعني احنا بصوره عامه تاخذ التربه هذه المتبقيه داخل الوعاء الاسطواني توضع داخل طبق التبخير حتى ينظف، وبعد ذلك تتم عمليه تنظيف كامل كلينينج لجهاز حد السيوله، ويفضل انه عمليه التنظيف مالته تتم بالمناشف الورقيه لان هاي يعني الاوعيه النحاسيه كثره استخدام الماء بداخلها راح يسبب لها في النوع احنا بنسميه الكراكنج او الاكسده اللي تصير بالطبق التبخير. بعد ذلك راح تزيل التربه الموجوده بالكوب الى طبق التبخير بصوره عامه ونحسب الووتر كونتينت كقيمه. راح بعد ذلك راح نضيف الماء الى العجينه الموجوده بطبق التبخير. شوف المرحله الثانيه، يعني هسه احنا بالحاله الاولى قسنا، هسه الدور ناخذ العينه اللي بقت راح نضيف لها ايضا كميه من الماء وسوينا لها ميكستشر خلط، نرجعها بعد ذلك الماء حتى شو احنا نزيد محتوى الرطوبه مالتها. بعد ذلك الما نرجعها ايضا نرجعها للمحتوى الاسطواني الى الوعاء الاسطواني، بعد يعني ولازم الوعاء الاسطواني قبل ما نرجعها الها يكون بالكامل يكون بالكامل كقيمه اوليه له، مثل ما نسميها احنا القيمه المثلى، انه لازم نضيف بالكامل بحيث العينه اللي دخلتها واستخدمتها مره ثانيه هي عينه نسبه الووتر كونتينت اللي خاص بها جديد، ف
فما يصير اني ازيد يعني متبقي عينه ذات ووتر كونتينت من العمل السابق استخدمها بالعمل الحالي. لذلك تستخدم هذه المناشف الورقيه بعمليه تنظيف الوعاء الاسطواني. بعد ما وضعنا كمية من الماء عليه راح نستخدمها أيضا مرة ثانية، وأيضا راح تعيد نفس الخطوات، نعمل أخدود داخلي، وبعد ذلك راح نستخدم طرقات أشقد حتى ينغلق الأخدود الداخلي اللي حفرناه. وكذلك الحالة الثالثة نعمل على 3 حالات، يعني كل حالة نزيد الووتر كونتينت، وكل حالة أشقد الوقت اللي أخذناه حتى ينغلق نحسب عدد الضربات ونحسب الووتر كونتينت مالته باستخدام وعاء الووتر كونتينت اللي أخذناه. فلازم راح يصير عندك بهذه التجربة هي 3 حالات، 3 حالات، تمام عيني؟ 3 حالات، يعني تعيد التجربة 3 مرات، كل مرة تزيد الووتر كونتينت تضعها داخل الوعاء الأسطواني، تعمل فتحة داخلية احنا نسميها أخدود داخلي بالعينة، وتولي الضربات إلى أن ينغلق الأخدود الداخلي، تأخذ من هذه العينة اللي موجودة داخل الوعاء الأسطواني كمية بحيث تحسب لها الووتر كونتينت. الدور المتبقي اللي داخل الوعاء الاسطواني تستخرج تضع داخل وعاء معين، تضيف له كمية من الماء. نلاحظ احنا بكل حالة نزيد كمية الووتر كونتينت، تمام؟ ونشوف بالمناسبة كل ما زادت الووتر كونتينت للتربة، يعني كل ما صارت التربة قريبة للسائل، فالوقت أو عدد الضربات اللي راح تستغلقه حتى تغلق الأخدود يقل. يعني من تكون التربة بلاستيكية يعني راح الوقت مثلا الضربات تحتاج مثلا في 30 ضربة، لكن من تكون سيم بلاستيك يعني شوية أقل من البلاستيكية نسبة الماء بها أقل، يجوز تحتاج 25 أو 21 ضربة. بينما إذا زدنا السائل مالتها يعني زدناها بالحالة الثالثة، هي تعاد 3 مرات مع زيارة الووتر كونتينت، إذا زدناها بالحالة الثالثة راح يجوز تاخذ فد 3 ضربات 4 ينغلق الأخدود بالكامل. فعند زيارة المويستر كونتينت الوقت المطلوب أو عدد الضربات المطلوبة لغلق الأخدود اللي يتم حفرة داخل الوعاء الأسطواني يكون أقل. وبهذا تنتهي التجربة. احنا ليش ناخذ 3 ووتر كونتينت؟ حتى نحدد لكل ووتر كونتينت ايش قد عدد الضربات. تحسب الووتر كونتينت لكل حالة، هسه احنا كم حالة حسبنا عندها 3، فتحسب الووتر كونتينت الاول، الووتر كونتينت الثاني، الووتر كونتينت الثالث، تمام؟ فالووتر كونتينت لكل وحدة تعرف شلون نحسبه. نرجع المحاضرة رقم 1 بحساب المحتوى الرطوبي او المحتوى المائي للتربة. بعد ذلك راح نحسب الاف اللي هي عدد احنا نسميها القوة المطلوبة او نسميه الفلو اندكس، مؤشر التدفق. الفلو اندكس رمزه الاف 1 هو عبارة عن المحتوى المائي الاول ناقص المحتوى المائي الثاني على لوج عدد الضربات الثانية او عدد الضربات اللي استغرقناها بالتجربة الثانية عندما زيدنا الووتر كونتينت ناقص لوج عدد ضربات النمبر اوف بلو او عدد التجربات الضربات اللي استغرقناها بالحالة الأولى أو كيس رقم 1. بهذه الحالة راح نسوي جدول يكون الكان نمبر اللي هو وعاء الرطوبة 1 2 3، إيش قد الوزن مالته كوزن الماس مالته الأول شنو كذا كذا كذا، نحسب الووتر كونتينت الوزن الكونتينر زائد الووتر كونتينت، وبعد ذلك يعني محتوى رطوبي بالكامل بحيث نحسب المويستر كونتينت لكل حالة. لازم تأخذ 3 حالات. بعدين النمبر اوف بلوز عدد الطرقات، هنا مثلا لاحظ بالحاله الاولى من يكون المويستر كونتينت قليل ايش قد تلاحظ قيمه الضربات عاليه، من زيدنا المويستر كونتينت قلت، من زادت بشكل اعلى تقل، يعني تقل تدريجيا مع زياده المويستر كونتينت. وتحسب الفلو اندكس وبالتالي راح نعرف احنا نحدد الليكويد ليميت. الليكويد ليميت شو يساوي لك؟ الووتر كونتينت الكلي كبيرسنت في عدد الضربات على 25 مرفوع على الاس او 0.121، حيث تعرف انه هذا المويستر كونتينت ان بيرسنت، تمام عيني؟ وبالتالي تحسب انت مقدار الليكويد ليميت وتحدد الليكويد ليميت الخاص بهذه التربه. وهذه معلومات عامه تفيدك كجنرال كوب، ولازم نرسم بين المويستر كونتينت وبين عدد الضربات حتى على اساس نحدد نقول انه احنا استغرقنا مثلا ونسقط ايش قد انا احتاج بال25، ايش قد يعني بالضربات العدد 25 ايش قد تطلع قيمه الليكويد ليميت بهذا المقدار اوجدها اني، تمام؟ استنادا الى الاي اس تي ام اللي راح ناخذه احنا بعمليات التحليل الخاصه بي، بحيث هاي قيمه الان لكل وحده منهم
وهاي قيمة الآن على 25 اللي راح نستخدمها بحساب الفلو اندكس الخاص للتربة. هاي منطقية بصورة عامة نتيجة التجارب السابقة الامبريكال اكسبرمنتال وورك الخاصة بها، يقول لك التربة إذا كان نوعها كذا مونيرال لاين غيرها الليكويد ليمت يتراوح بهذا المقدار من 35 إلى 100، من 55 إلى 120، ومن 100 إلى 800 كقيمة ليكويد ليمت بيرسنت نسبة مئوية. فهاي القيم اللي موجودة هنا هي تفيدك بصورة عامة، تعطيك في الانديكيتر حسب نوع التربة اللي خاصة بك أنت إيش قد راح تطلع قيم الليكويد ليمت. محاضرتنا لهذا اليوم خلصت اللي هي أو انتهت بخصوص موضوع اختبار حد السيولة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تواصلون، نلتقي بكم إن شاء الله على المحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.